عم بتواصل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان نشاطاتها السياسية والحقوقية بعد ما زارت البيت الأبيض لتلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة مسألة إصلاح السجون. وبإطار عملها بحقوق الإنسان قامت بزيارة أحد سجون ولاية كاليفورنيا المخصص للنساء والتقت بالسجينات لمعرفة قصص حياتهم ورفق لها زيارة عدد من الحراس الشخصيين. وبالتفاصيل التقت كيم ب 15 سيدة حكت معهم عن حياتهم بالسجن ومخاوفهم بشأن العودة للمجتمع بعد إطلاق سراحهم بالمستقبل. نتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.